يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. السلايدز واضحين عندكم ولا مش واضحين؟ السلايدز ظاهرين عندكم؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور. واضحين السلايدز عندكم ولا مش واضحين السلايدز؟ في السلايدات عندكم واضحين ولا مش طالعين السلايدات ولا مش طالعين؟ لسه دكتور. مو طالعين. وهلا ولسه برضو مش طالعين. وهلا مش طابعين صح؟ لا لساتهم دكتور. اوكي. هاي طلعوا دكتور بينوا. بينوا اوكي يعطيك العافية. اوكي. طبعا بتعرفوا ان احنا زودنا ثلاث علامات لكل الطلاب طبعا للشعبتين اوكي ان شاء الله راح ينزل التجميع ان شاء الله يعني اليوم مساء او بكره بينزلوا اللي هم الكويز واللي هو علامه الميد طبعا وين على الخدمات مش على الليرنينج بتنزل على الخدمات يعني الزياده راح تنزل لكم على الخدمات ان شاء الله. طيب احنا وصلنا بالمحاضره الماضيه احنا حكينا عن ايش؟ شرحنا عن اللي هم انواع البروتوزوا اللي بيعملوا انفكشن وين؟ بيعملوا انفكشن بالانتستين وبيعملوا انفكشن باليومينال وحكينا كمان عن واحد او تنتين اللي بيعملوا انفكشن وين؟ في البلد. فحكينا انه هاي مجموعه بروتوزوا كثير كثير مهمه. حكينا لكم انه هاي المجموعه بتعمل انتستين انفكشن وحكينا لكم انه في عندي 3 باراسايتس فيري امبورتنت اللي هم انتاميبا هوستلاتيكا وجارد الامبليا وكريبتوسبورغم بربم. هذول الثلاثه فيري فيري امبورتنت هذول بيعملوا انتستين انفكشن. والتريتمنت تبعتهم بيختلفوا من واحد للثاني.
اثنين في عندنا اليومينال بروتوزوا. قلنا لكم اليومينال بروتوزوا هذه ما بتعمل مشاكل بالانتستين، هذه بتعمل سكتوال اللي هو انفكشن، وبالتالي بتنتقل عن طريق السكتوال انتركورس اللي هي ايش تراكوموناس فاجينالس. في عندنا قلنا لكم بلانتيديوم كولاي مسامحينك فيها للباثوجينيك وانس. اجينا على التابل الثاني اللي هو بلد اند تيشو بروتوزوا، حكينا لكم انه نفس مجموعه البروتوزوا هذه قلنا لكم زي ما شرحنا لكم انها بتعمل انتستين انفكشن، برضه بتعمل بلد انفكشن. يعني ممكن هذا الباراسايت ممكن يعمل يعمل مؤاخذة انفاجن للبلد يعمل فيه انفكشن، وبالتالي احنا قلنا لكم في عندنا احنا انواع من هذا الباراسايت اللي هو البروتوزوا اللي بيعملوا ايش اللي هم البلد انفكشن. فبالتالي حكينا لكم المحاضره الماضيه انه في عندنا البلد بروتوزوا انهم ميجر كلينيكال سيجنيفيكانس، زي عندك اللي هي تريبانوسوما. قلنا لك تريبانوسوما بروساي في منها نوعين جامبنيسي أردنيسي. هذا شو بتعمل؟ قلنا لكم بتعمل African Sleeping Sickness، بتعمل مرض النوم. وهذا الباراسايت البروتوزوا ورمته موجود بأفريقيا. وفي الثاني اسمه تريبانوسوما كروزاي، حكينا لكم هذا البروتوزوا هذا بيعمل انفكشن وين في أمريكا، بيعمل ايش بيسموه تشاكاس ديزيز. تشاكاس ديزيز وصلنا لعند مين؟ وصلنا لعند الليشمانيا. هلا احنا رايحين نكمل بنفس الآلية اللي هي ايش عن الليشمانيا. طبعا الليشمانيا اللي هي زي ما انت شايف هون هلا بنشرح لك اياها، اللي هي مهمة جدا جدا بخصوص امتحان كله هو تبع اللي هو الفاينل. طبعا الليشمانيا في منها ثلاث انواع، الليشمانيا في منها ثلاث انواع. طبعا هي بتنتقل عن طريق مين؟ هي بسموها المرض اللي بتعمل الليشمانيا بسموه الليشمانيزس، احنا بنسميه بالعربي مرض الليشمانيا. طبعا هذا الليشمانيا بنتقل عن طريق مين؟ بنتقل عن طريق فيكتور بورن ديزيز. بنتقل عن طريق مين؟ عن طريق اللي هم الساند فلايز. عشان هيك شو بنسميه احنا فيكتور بورن ديزيز، بنتقل عن طريق الساند فلايز. هلا الساند فلايز هذه هي اللي بتنقل هذا المرض اللي هو الليشمانيا. يعني كيف بتنقله؟ فهاي الساند فلايز بتيجي مثال بتاخذ عينه من واحد بيكون مصاب، بيكون بالسلايفا بتحمل بالسلايفا تبعها بيكون اللي هو ستريبانوماسكوت. لما بتيجي بتعمل بايت لهيلثي بيرسون بتروح بتعمل انديوس او انجكت ايش للبروماسكوت هذا اللي موجود بالسلايفا تبعها. بعدين بروح وين؟ بروح على اللي هو على البلد ستريم تبع الهيومنز اللي هو على الهيلثي بيرسون وبيعمل عنده الانفكشن. هلا الليشمانيا هذه في منها ثلاث انواع اللي هم هذول هم الثلاثه باثوجينيك للهيومنز. يعني الثلاثه عندنا 3 سبيسيز من الليشمانيا، هذول الثلاثه منهم انهم باثوجينيك للهيومنز. اول واحده اسمها الليشمانيا جينوفاني، وهذا اخطر واحده فيهم. الليشمانيا جينوفاني هذه بتعمل ايش؟ كوزز وات فيسرال ليشمانيسيس. يعني شو معنى فيسرال؟ يعني فيسرال داخل الاحشاء زي عندنا بنقول بالاطحال بالسبلين. اوكي فيسرال ليشمانيسيس سيستميكالي. اوكي الليشمانيا تروبيكا هاي نوع ثاني كوزز ايش؟ كيوتيروس ليشمانيسيس. هاي بتعمل ايش؟ والليشمانيا بتعمل ليشمانيا على السكن. وثالث واحد الليشمانيا برازيلينيسيس ار كوز ايش؟ ميوكو كيوتيروس اللي هي ايش؟ اندر ذا سكن. وبالتالي خلينا نشوف هلا هذول الثلاثه الليشمانيا جينوفاني والليشمانيا تروبيكا والليشمانيا اللي هي برازيلينيسيس اللي بيسببوا ايش؟ بيسبب فيسرال، ايش بيسبب؟ كيوتيروس، ايش بيسبب؟ ميوكو كيوتيروس. طبعا زي ما انت شايف هون هاي اللايف سايكل كيف احنا كهيومنز نحصل على هذا الانفكشن من الساند فلايز. من الساند فلايز هاي شوف الساند فلاي حياتها، هاي عندي الساند فلاي. اوكي هاي بتكون مصابه بالسلايفا اللي عندها موجود ايش بيسموه بروماستوجوت. هذا هو يعني بروماستوجوت هذا واحد من الست تبع البروتوزوا بكون موجود وين؟ بالسلايفا تبعت هاي الساند فلاي. بتيجي بتعمل بايت، ها بايت للهيومن. لما بتعمل له بايت هون تعمل انديوس للبروماستوجوت بداخل الهيومنز، بروح على البلد ستريم وبالتالي وبصير هاي اللايف سايكل بداخل الهيومنز. يعني بتحول عندك اللي هو البروماستوجوت، بعدين بتحول لايش بيسموه اماستوجوت، وبعدين اللي هو الاماستوجوت هذا هو بكون الانفكتيف ستيج بالنسبه لمين؟ للموسكيت والساند فلايز. بس لكن بالنسبه للهيومن احنا بكون عندنا البروماستوجوت. اذا البروماستوجوت هو الانفكتيف ستيج بالنسبه للهيومن. اللايف سايكل هاي الموجوده بداخل الساند فلايز مش مطلوب منك، بس بدك تعرف اللايف سايكل الموجوده داخل اللي بداخل الهيومنز هذه. اوكي اذا الانفكتيف ستيج اسمه بروماستوجوت اللي بتكون بالسلايفا تبع الساند فلاي وبتعمل بايت للهيومنز، بتعمل اندوس البروماستوجوت وهو بروح على البلد ستريم وبلش يعمل انفكشن بالهيومنز. طيب هلا بدنا نشوف احنا مثال افرض هذا الباراسايت البروتوزوا دخل على الهيومنز. بدنا نشوف احنا مثال في الثلاث انواع تعاونهم اللي هو الفيسرال ليشمانيسيس والكيوتيروس والميكروكيوتيروس. شلون بيعمل عندنا؟ اول نوع اللي هو اللي سميناه كيو ايش؟ فيسرال ليشمانيسيس، وهذا مهم جدا جدا اللي هو بسببه مين؟ الليشمانيا جينوفاني. بقول لك هذا البروتوزوا بقول لك اورجانزمز ار لوكلايزد اند متابلايزد ان ذا وين؟ ان ذا مونو نيوكليير فاجوسايتك سيلز اوف ممكن بسبلين
بالليفر، باللينف نود، في البولمرو، في الانتستينال ميكوزا اند اذر اورجانز. تخيل انه كم اورجانز بهاجم هذا اللي هو هذا الباراسايت. بقول لك ذا سبلين اند ليفر بروجريسيفلي بيكم انلارج، يعني اذا سمح الله واحد صار عنده فيسر الليشمانيسيس بتلاقي عنده الاطحال صاروا ضخموا كثير، بسموها انلارجمنت بالسبلين، انلارجمنت بالسبلين. اوكي، بصير عنده تضخم جدا بالسبلين. هلا راح اورجيكم فيجر بحكي لك انه هذا الديسيز الفيسر الليشمانيسيس اذا لا سمح الله الواحد ما تعالجش منه ممكن يؤدي حتى الوفاه. بقول لك وذ بروجريشن اوف ذا ديزيزز، بقول لك سكن سكن ديفلوبس، يعني اذا الواحد ما تعالج بصير في عنده، مش في عنده شغلات كمان على السكن شو بسموها سكن ديفلوبس هايبر بيجمنت جرانولوميتس ارياز، هايبر بيجمنتد جرانولوميتس اريا بسموها كالا اثار مينز بلاك ديزيز. هذا بقول لك اتلورز اميونيتي، اتلورز اميونيتي يعني بتنزل جهاز المناعه. كاركترايز باي الريجولار فيفر انيميا انلارجمنت اوف سبلين and liver and اللي هو emaciations. يعني تخيل انه لا سمح الله اذا واحد عنده progression بهذا الديسيز، شوف انه هاي في عندنا figures بورجين. هاي اول واحدة، هاي الفيجر هذا اللي بشوف بتلاحظ التينيج بوي suffering from visceral leishmaniasis. The boy exhibits splenomegaly. شو معنى كلمة splenomegaly؟ يعني enlargement بالسبلين. طلع كيف الطفل عنده الاطحال من التنفخ، enlargement بالسبلين. الرسم الثاني هاي بتلاحظ فيها هنا عندنا of both visceral leishmaniasis، يعني بعد ما صير عند الواحد visceral leishmaniasis بصير عنده skin hyper pigmentation granulomatous زي ما حكينا قبل شوي. طلع هذا مثل اديك بصيروا، هذا بسموه hyper pigmentation granulomatous. شوف الفيس تبعه هون عندي اللي عشان يسموه black disease. اوكي، هذا بسموه hyper زي ما قلنا قبل شوي، هياته hyper pigmented granulomatous areas اللي بسموه كالا ازار اللي هو means black disease. الثاني واحد اللي هو عندي الكريتينوس. اوكي، اذا معناته اول واحد الليشمانيا، هاي السيمتومز مطلوب منك تحفظهم وراح اسالك بالامتحان عليهم. الكريتينوس ليشمانيسيس بحكي لك is the most common form of leishmaniasis. طبعا leishmaniasis of the skin بقول لك characterized by what ulcerative skin lesion. شو يعني ulcerative؟ زي تقرحات بتصير عندك على السكن. شوف دورجيك انه مثلا هاي الكريتينوس ليشمانيسيس، طلع كيف التقرحات على السكن هيتها. شوف سمعت skin ulcer due to leishmaniasis hand of central American adult. أطلع كيف الالسريشن، هاي بسموها إيش؟ ulceration. لمين؟ سبب اللي هو هذا الباراسايت الليشمانيا. إذا leishmaniasis of the skin characterized by ulcerative skin lesion. فانكيتومس leishmaniasis organism leishmania tropica multiplies locally producing a papule after the bite. يعني بعد ما هذا الباراسايت بيعمل بايت to the humans اللي هي sand flies. شوف شو بتعمل هون عندي، بتعمل هذا، هاي بسموها ايش؟ بسموها البابيول افتر بايت. هذا هي اوكي، هذا اللي هو مين؟ هذا اللي هو الكيوتينوس. هلا الميوكوكيوتينوس اللي هو النوع الثالث اللي هو الليشمانيا، اللي هو الثالث الليشمانيا جنوفالي قلنا بسرل، الليشمانيا تروبيكا اللي هو كيوتينوس، والليشمانيا برازيلينيسس اللي هو ميوكوكيوتينوس. هلا هاي الميوكوكيوتينوس ليشمانيسس هاي وين بتصير؟ مش على السكن مينلي، بتروح عندك على زي على السوفت تيشوز، على النوز، على الماوث، على الايز. الميكروكيوتينوس ليشمانيسيس ديزيز ذا اورجانزم كان ميت ستاينز اند ذا ليجن سبريد تو ذا ميوكويد. شو هو الميوكويد؟ اورال فرانجيال اند نازل تيشوز اند ليد تو ذير ديستركشن اند هنس سيفير ديفورمتي، يعني بتعمل تشوهات عند الواحد. طبعا المسؤول عن هذا حكي اللي هو الليشمانيا برازيلينيسيس. طلعوا هاي مثال الفيميل، هاي بقول لك الجيرل with diffuse mucocutaneous leishmaniasis of the face which is responding to treatment. طبعا في التريتمنت اكيد، بس هذا اللي هو الانفكشن تبع هذا البروتوزوا. طيب اجينا على التريتمنت لهذا الباراسايت اللي هو سواء كان عند الليشمانيا اللي هو جنوفاني، او سواء كان عندي اللي هو كيتنوس او الميكروكيتنوس. ففي عندنا التريتمنت اللي هم صوديوم ستيبوجلوكونيت اللي بسموه البنتوستان، بقول لك هو عباره عن الدراج از ذا دراج اوف تشويس. اذا الصوديوم ستيبوجلوكونيت او بسموه البنتوستان اللي هو ذا دراج اوف تشويس، لكن في عندنا الترناتيف بديل له اللي هو بنتاميدين ايسوثيونيت، بيعتبروه هذا بديل. اوكي، اذا معناته عندنا التريتمنت، عندنا السيمبتومز، عندنا الدايجنوسيس، عندنا الترانسميشن. ارجع على التيبل، هي عندي التيبل. هلا انا شرحنا لك عن شرح عن الليشمانيا. شوف الليشمانيا جنوفاني الترانسميشن تبعها عن طريق الساند فلايز.
الديسيز والسيمتومز هيت الدسر الليشمانياسس اجران الوميتس سكيل زي ما حكينا لكم. الدياجنوسس كون هي بتعجي من البلد اذا معناته انت سيل الماكروفاجز ليشمانياس بادز. تريتمنت هاي بنت السام اللي هم انتمدين ايس فرينيت الليشمان جنوفاني والليشمان تروبيكا والليشمان برازيلينيسس الثلاث لهم نفس الدياجنوسس ونفس التريتمنت اللي بيختلف بس فقط السيمتومز ايش بيسرال ايش الكوتينوس وايش الميكوكوتينوس. وكون بالحاله هذا احنا خلصنا ايش خلصنا اللي هي الليشمانياسس. هلا في عندنا اللي هو البراسايت الجديد اللي هو الملاريا. اوكي طبعا احنا نعرف الملاريا قديش حسب احصائيات منظمه الصحه العالميه بيعتبروه واحد يعني اللي هي ثلث وفيات العالم كانت بسبب ثلاث امراض اللي هو الملاريا والايدز والبلهارسيا. وكمان عندك اعتبروا كمان مرض السل. فهاي الامراض من الامراض الخطيره جدا اللي هي نسبه وفيات عاليه جدا منها. وبالتالي الملاريا احنا بنعرف اللي بيسبب مرض الملاريا اللي هو واحد اللي هو البراسايت اللي هو البروتوزوا. شو اسم البروتوزوا اللي بيسبب الملاريا؟ البروتوزوا اللي بيسبب الملاريا اسمه بلازموديوم ايش بلازموديوم سبيسيس. بس طبعا هاي البلازموديوم سبيسيس اوكي في عندي منها 4 ايش هيومن انفكتيف سبيسيس اربعه اللي ممكن يعملوا انفكشن بالهيومنز. اول واحد اسمه بلازموديوم فالسيبيرا، ثاني واحد اسمه بلازموديوم فايفاكس، ثالث واحد اسمه بلازموديوم ملارياس، ورابع واحد اسمه بلازموديوم اوفيل. اربع انواع من مين؟ من الملاريا بلازموديوم سبيسيس. بس مين اخطر واحد بيهم هذول الاربعه؟ البلازموديوم فالسيبيرم اول واحده. ليش البلازموديوم فالسيبيرم؟ لانه هي اكثر واحده بتعمل ادهيرنت مين للريد بلاد سيلز. لانه بتعرف الملاريا وين بيهاجم؟ بيهاجم كريات الدم الحمراء. وبنعرف انه كيف بيهاجمها، شلون بيهاجم كريات الدم الحمراء؟ اول ما بدخل هذا البروتوزوا بدون ما اخذ مين هو البنقل مرض الملاريا؟ البنقل مرض الملاريا اللي هو ايش؟ الانفلس فيميل موسكيتو. الانفلس فيميل موسكيتو هي الترانسميشن، هي اللي بتنقل مرض الملاريا. يعني بتكون ماخذه عينه من واحد مصاب اوكي من واحد مصاب فبتيجي بتعمل بايت في السلايفا تبعها لواحد هيلثي بيرسون فبتروح شو بتدخل؟ بتدخل هذا البراسايت تبع الملاريا اسمه سبوروزويد. هذا السبوروزويد وين بدخل؟ بدخل لما بتعمل له انديوس بداخل جسم الانسان بروح على الليفر وبعمل هناك لايف سايكل بالليفر بسموها اكسو ارثروسايتك سايكل اللي هي خارج الدم، وبعدين بروح على الدم بسموها ايش؟ ارثروسايتك سايكل. يعني بيعمل تو سايكلز، واحد بالليفر وواحد بالبلد. اوكي كيف بيعمل هناك؟ اول شيء بيعمل رينج سايكل. ها رينج ستيج، كيف يعني رينج ستيج؟ بصير شكله زي الخاتم وين بداخل الريد بلاد سيلز. يعني تطلع انت الريد بلاد سيلز شكلها دائري بتلاقي عمل سبوت بالداخل زي النقطه، هذا بشكل حوله زي رينج زي الخاتم بالضبط، هذا اسمه رينج ستيج. الستيج الثاني شو بيعمل؟ بروح بحول كرات الدم الحمراء، الكره هاي اللي هي شكل السيركولر بعملها ايش؟ بخليها تصير شكلها بيضوي اميبويد. فلما بصير اميبويد بتروح بسموها تريفوزويد. اوكي بسموها تريفوزويد. والحاله الثالثه شو بيساوي هذا باراسايت؟ اول شيء رينج ستيج، بعدين اللي هو بسموها تريفوزويد ستيج، وثالث واحده اللي هو شو بسموه؟ بسموه اللي هو ايات موجود عندك هون اللي هو بسموها اسكيزونت. اوكي اسكيزونت شو معنى اسكيزونت؟ يعني انها هذا الباراسايت البروتوزوا هذا اللي هو السبوروزويد لما بدخل بداخل الريد بلاد سيلز بصير يتجمع بداخلها، بصير اكثر من واحد فبضل يتجمعوا بداخل كريات الدم الحمراء بداخل واحده طبعا جاست وان سنجل فريش ريد بلاد سيلز، بضلوا يتجمعوا بداخلها حتى ايش؟ حتى بصير رابتشر. لما بصير رابتشر المريض اللي بيعاني من الملاريا فبدخل بايش؟ بدخل زي بغيبوبه بسموها بروكسيزم. شو بسموها؟ بروكسيزم، يعني بدخل زي بغيبوبه وبعدين برد بصحى. طبعا لما بتنفجر هاي الريد بلاد سيلز كل وحده من هذولها، كل وحده من هذول السكزونت طبعا بكون بالخليه حوالي 20 30 وحده، كل وحده شو وين تروح؟ بتروح بتهاجم نيو فريش بلاد سيلز، بتهاجم واحده من كريات الدم الحمراء الجديده. ونفس الشيء بتعمل رينج، بتعمل تروفوسايت، وبتعمل سكزونت، واخر شيء بتعمل جاميتوسايت، وبتعمل اخر شيء اللي هو جاميتوسايت. فهاي اللي هو هاي الاشكال تبعتهم هي تحت الميكروسكوب. شوف هاي ريد بلاد سيلز، هاي عندنا احنا ايش هون؟ عندنا احنا هون ريد بلاد سيلز. اوكي هاي هاي ريد بلاد سيلز، طلع اول الفقر الاول من الشمال لليمين، هاي عندي اول فقر، طلع انت ريد بلاد سيلز شكلها سيركولر دائري، طلع كيف الباراسايت لما دخل شو عمل رينج هي بداخل كرات الدم الحمراء عامل زي الخاتم هي هاي بسموها رينج ستيج. الخطوه الثانيه شو بيسوي هذا الباراسايت؟ بيجي شو بيعمل؟ ببلش يعمل دمج بهاي الريد بلاد سيلز، بيعملها على شكل اميبويد، يعني زي طلع كيف شكل صار بيضوي، يعني في رينج جوا بشكلها اميبويد. الشغله الثالثه شو بيساوي؟ بصير هذا الباراسايت يتكاثر بداخل الريد بلاد سيلز، طلع كم واحد صار هون عندي؟ شو بسموها؟ ماتشور سكزونت.
هاي كل واحدة من هذول هو عبارة عن بروتوزوا، عبارة عن هذا الباراسايت. لما بصير بعدين بالمرحلة الرابعة بتحول لجاميتوسايت زي ما انت شايفون، ولما بصير ربشر للريد بلاس سيلز كل واحدة من هذول اللي بالداخل بروح بهاجم فريش ريد بلاس سيلز وبضل يعيد اللايف سايكل تبعت الميدالية تبعته. شوف هاي اللايف سايكل تبعت الميدالية، اوكي؟ احنا قلنا لايف سايكل مين بنقل الترانسميشن تبع هذا الديسيز؟ قلنا الانفلس في ميل مسكتو حياتها. المسكتو تيكس ابلد مير انجكت وات سبوروزويد. اذا السبوروزويد هو الانفكتيف ستيج بالنسبه للهيومن، هذا السبوروزويد وين بيكون؟ بيكون بالسلايفا تبعت اللي هي المسكتو تبعت الانفلس في ميل مسكتو. فلما بتيجي بتعمل بايت للهيومنز، عملت بايت للهيومنز، اول ستيج بروح هذا الباراسايت وين بروح؟ السبوروزويد بروح على الليفر، حياته عندنا بالليفر، ليفر سيلز، هيومن ليفر ستيج، انفكتد ليفر ستيج، ها بعدين بتحول سكزونت. السكزونت هذا وين بضلها؟ بصير ربتشرز وين؟ بداخل الليفر. بعد بصير ربتشرز وين بتروح؟ بتهاجم اللي هو الفريش بلاد سيلز، اللي هو بتهاجم الفريش ريد بلاد سيلز زي ما انت شايف هون. وبتعمل هاي اول ستيج فيها، شوف طلع كيف عامله رينج ستيج، هاي ريد بلاد سيلز الفريش عندي، شوف عامله فيها رينج ستيج، وبعدين عملت فيها تروفوزويد ستيج حياتها، بعدين عملت عندك سكزونت ستيج، وبعدين تحولت لجاميتوسايد ستيج. اوكي، اذا معناته باللايف سايكل تبعت الملاليه في عندنا تو ستيجز، واحد بصير بداخل الليبر هاي شو بسموها اكس اريثروسايتك سايكل، واحد وين بصير؟ بالاريثروسايتك سايكل اللي هو بداخل البلد. اوكي، عشان هيك بقول لك البمر بصير عندهم ملاريا، بحكي لك بضل عندك ريمينانس بقايا من خلايا الملاريا من هاي من هذا الباراسايت وين موجوده؟ موجوده بالليفر. وبقول لك لما الانسان بصير جهاز المناعه تبعه ضعيف او بتعرض لمشكله صحيه ممكن مره ثانيه يعاود عنده الملاريا. تخيل، اذا اللايف سايكل للملاريا بصير تو يعني تو ديفرنت بليسز، اول شيء بالليفر وبعدين بالبلد ريد بلاد سيلز. اوكي، هلا السيمبتومز، طبعا السيمبتومز كثير مهم انك تعرف السيمبتومز للملاريا. طبعا السيمبتومز زي ما حكينا لك انه هلا نقرا انا وياك ايش هم السيمبتومز للملاريا. بحكي لك ذا سيمبتوماتولوجي اوف ملاريا ديبندز اون ذا باراستيميا. شو معنى كلمه باراستيميا؟ يعني وجود الباراسايت في الدم، وجود الباراسايت وين؟ في الدم. فعشان هيك لما بيجينا انا كدكتور واحد عنده ملاريا بيعاني من ملاريا، اوكي، اول شغله بحكيها قبل ما اعطيه تريتمنت بقول لهم اسحبوا منه دم. مشان ايش؟ ليش يسحبوا منه دم؟ ياخذوا منه مثلا وحده دم مشان اخفف عدد الباراسايت في الدم، عشان اخفف نسبه الباراستيميا. بقول لك انه هو اول شيء السيمبتوماتولوجي اوف ملاريا ديبندز اون ذا باراستيميا. بقول لك انكوبيشن بيريد فرايز جنرالي بتوين 10 تو 30 دايز. تخيل قديش فتره الحضانه للملاريا. بقول لك از ذا باراسايت as the parasite load become significant، يعني بعد ما يدخل على جسم الانسان بقول لك the patient develops، بصير عند الواحد شو بصير عند الواحد؟ هيدق، lassitude، vague pains in the bones and joint. هاي كمان مهمه اللي هي chilly sensation and fever، بصير عند الواحد رعشه قويه، رعشه قويه. بقول لك as the disease progress، بعد ما يتطور الديسيز the chills and fever become more prominent، يعني بصير هم السائدات عند الواحد، بصير عنده حرارة عالية، بصير عنده رعشة قوية chilling. بقول لك the chill and fever follow a cyclic pattern. شو cyclic pattern نسميناها؟ اللي هو paroxysm، يعني بعد الواحد ما يصير عنده chilling و fever قوية جدا بصير عنده رعشة قوية، بصير عنده ايش؟ بصير عنده ايش بسموه paroxysm. شو paroxysm؟ لما بصير rupture، لما بصير rupture لواحد من الريد بلاد سيلز المصابة، بدخل واحد زي بنوبه خفيفه برد بعود بصحصح مره ثانيه، هاي هذا البروتوزوا بغذي، بروح بغذي كره دم حمراء جديده، برد نفس الشيء بيعمل فيها رينج ستيج تروفوزون ستيج، بعدين بيعمل فيها اللي هو سكزونت، وبعدين جاميتوسايت، بعدين رابتشر، بعد ما رابتشر بصير بروكسيزم. ونفس الحاله هذه تتكرر اللي بسمها اللايف سايكل تبعته. وبالتالي بقول لك ذا تشايلد ذا تشيل اند فيفر فولو سايكليك باترن with the symptomatic period lasting 8 to 12 hours، يعني كل من 8 ل 12 ساعة بصير عند الواحد بروكسيزم. اتفقنا؟ وبالتالي عشان شو بقول لك؟ الكلاسيكال تيرتيم بروكسيزم is rarely seen in plasma diversiferum and persistent spiking already بروكسيزم is more usual. بقول لك the malarial بروكسيزم is most dramatic and frightening، هذا اللي بخوف. It begins with what؟ It begins with a chilly sensation that progress to teeth chattering. بس الواحد ايش؟ اسنان يرقصن، بسموها ايش؟ اسنان الواحد بصدره من فوقها من الملاريا طبعا. بعدين شو بصير انك؟ بقول لك shaking chill and peripheral vasco construction resulting in cyanotic lips and nails. يعني بصير عند الواحد اللبس والنيلز بصير ايش؟ باردين.
ولك at the end of this period the body temperature begins to climb and reach 39 to 41 يعني بيكون عنده ملاريا ممكن تصل درجة حرارة 41 degree. بقول لك fever is associated with severe headache, nausea, vomiting and convulsion. طبعا بس عند واحد صداع حرارة مراجعة تشنجات so on so. بقول لك the patient experiences euphoria and refuse respiration and the temperature begins to drop. Within a few hours, the patient feels exhausted about symptoms less and remains symptomatic until the next paroxysm. يعني الواحد بين كل paroxysm والتانية بشعر حاله صار أحسن بعدين برضه بينتكس. Each paroxysm is due to هاي شو معناتها؟ Each paroxysm is due to the rupture of infected erythrocyte and release of parasite. يعني بصير rupture للerythrocyte وبطلع release إيش اللي هو الباراسايت. بعدين كاتبين لك infections caused by plasmodium falciparum can progress to severe potentially fatal forms. يعني ممكن أدي حالة الوفاة with central nervous system involvement, acute renal failure ممكن لو يعمل acute renal failure, severe anemia or adult respiratory distress syndrome. شوف قديش بيعمل اللي هو progressing بالديسيست بعد الملاريا. طيب هسا عجينا على التريتمنت. هسا عمل التريتمنت بعد الملاريا قلنا لكم احنا اول شغلة إنه في عندي شغلات ثلاثة. أول واحدة there are three real problems associated with management of malaria. ثلاث مشاكل حتى نعمل إيش management الملاريا إحنا. بقول لك أول واحدة in recrudescence. بقول لك المشكلة هون إنه برد بعود مرة تانية. بقول لك a controllable number of parasites remains in the bloodstream. Remains in the bloodstream because of an adequate immune response or anti-malarial therapy بسبب إنه ما عطيناش مثال علاج مناسب أو جهاز مناعة ما كانش قوي كثير. بقول لك parasites reactivate on physical trauma or immunosuppression ممكن يعود مرة تانية يعني إلا هو إيش بسموها recrudescence برضو عن relapse برضو بعود بطريقة إيش بطريقة أخرى. بقول لك relapse يعني بقول لك إحنا قلنا إنه أول شيء بهاجم السبرزويت أو على الليفر بضرب الليفر بعدين بروح على البلد. شوف شو بحكي لي البقايا اللي بتضلها بالليفر ممكن هذه تعود مرة ثانية in relapse. Sporozoids are dormant in liver and reactivate. Dormant sporozoids are referred to as اللي هو بسموه الهايبنوزويتس اللي هو common with vivax malaria. يعني هاي الهايبنوزويتس تعود مرة ثانية وبصير عند الواحد ايش اللي هو ملاريا مرة ثانية. طيب هسا بدنا نشوف التريتمنت. بحكي لك التريتمنت لمين؟ للملاريا. اوكي هلا بحكي لك treatment is effective with various quinine derivatives. طيب شو معنى quinine derivatives؟ مشتقات الكينين. طيب مين بقول لي منين اخذنا الكينين؟ الكينين منين جابوه؟ الكينين اخذوه من النباتات. شو اسم النبته اللي اخذوا منها ماده الكينين؟ اللي شجره الكينه اللي بسموها سينكونا. شجره الكينه السينكونا اخذوا منها الماده القلويه بسموها الالكالويد ايجنتس. هاي الالكالويد ايجنت اسمها ماده الكينين، وماده الكينين هاي كانوا يستخدموها في علاج الملاريا. بس شو صار عندنا انه الملاريا صارت ريزيستنس للكينين. هلا روح مثلا على الهند وعلى الباكستان كثير في ناس بيعالجوا الملاريا من شجره الكينه، الماده القلويه من شجره الكينه اللي هي الكينين، هذه بيعالجوا فيها الملاريا. بس مش كل الانواع تبعت الملاريا تقدر تعالج فيها الكينين. وبالتالي عشان شو بقول لي اللي هو عندي طبعا الكينين اللي هم ديرابيتز مشتقات الكينين، كينين سلفيت، كلوروكوين، ميفلاكوين، انبريماكوين. هلا بحكي لك الكلوروكوين بقول لك remains the drug of choice if the patient is infected with susceptible strains of plasmodium species. يعني اذا الواحد صار عنده infection بالبلازموديوم سبيسيس العاديه الكلوروكوين عندي ممتاز. لكن اذا صار الواحد عنده اوكي ملاريا من الاخرى اللي بسموها intrahepatic اللي اجتنا من الليفر intrahepatic organisms such as the hypnozoites لما قلنا لكم هذا اجى من الليفر of vivax او اوفيل، يعني مش بلازموديوم فالسيبيرم، لا الفايبوكس والاوفيل بقول لك are not killed by chloroquine. يعني الكلوروكوين ما بشتغل عليها، they are killed by primaquine. اذا معناته هون عندي ايش؟ اذا معناته عندي البريماكوين الدروغ اوف تشويس للانتراهيباتيك اللي هم بسموهم تاعات ايش؟ بلازمودوم فايفاكس او اوفيل، وعندي البلازمودوم فالسيبيرم اللي هو الكلوروكوين. طبعا في عندنا ادرز، في عندك كمان عندك الدوكسيسايكلين وكلندامايسين. وبنعرف كلياتنا الدوكسيسايكلين هو عباره عن انتوبيتكس مجموعه تيتروسايكلين، وعندنا كلندامايسين قلنا هذا واحد من الادويه الممتازه جدا جدا. وبالتالي هذول بقول الكومبينيشن انه بيشتغلوا مثال على مين؟ بيشتغلوا على اللي هو على الملاريا. كاتب لك must be used in combination، يعني كلندامايسين مع الدوكسيسايكلين
with the drugs of plasmodium falciparum. In severe cases of plasmodium falciparum malaria, exchange transfusion is recommended to rapidly reduce the level of parasitemia. هل حكيت لك وياه انه ايش نعمل؟ exchange transfusion يعني ايش؟ يعني ناخذ دم من المصاب مشان ايش؟ من المريض مشان نخفف to reduce what the levels of parasitemia. شو معنى parasitemia؟ وجود باراسايت في الدم. اوكي طبعا كاتب لك هنا ليش البلازمودين فالسيبيرم اخطر واحده فيهم لانه هي اللي بتعمل اتيرنس للريد بلاد سيلز اكثر شيء فكاتب لك the morbidity and mortality caused by plasmodium falciparum are greater than those caused by other plasmodium species because of the increased parasitemia of plasmodium falciparum and its ability to cyto adhere. اذا معناته في عندي شغلتين اول شيء انه بسبب البراستيميا لما الواحد بسمح الله بس عنده ملاريا كوز باي بلازمودوم فالسيبيرم بكون عدد البراسايت في الدم البروتوزوا عالي جدا وشغله ثانيه انه هي بتعمل ايش انت الابيليتي انها تعمل سايدو ات لمين للريد بلاد سيلز اوكي وهي كاتب لك وين ار بي سيز بيكمز انفكتد وذ بلازمودوم فالسيبيرم بروتينيسيوس نوبس ار برودوس اون ذا سيرفيس اوف ذا ايرثوسايتس The sticky red blood cells bind to the endothelial cell lining of the microvasculature of the brain or kidney or lung and other organs. But like this lead to aggregation of lower uninfected RBCs, consequently to clogging of the capillaries in the microvasculature of the central nervous system and kidneys or the infected red blood cells, resulting in cerebral malaria and kidney failure respectively. فبالتالي كتير كتير إيش خطير هذا المرض اللي هو الملاريا طبعا هاي كاتب لك هون اللي هو الملاريا هاي التابل عندنا بلازمودوم فالسيبيرم بلازمودوم أوفيل بلازمودوم ملاريا بلازمودوم فايفاكس كلهم بنتقلوا عن طريق إيش الأنفلس في ميل مسكوت وهياتهم كل هاتهم إيش اللي هم عندك ملاريا بروكسيزم زي ما قلنا تشيلز فيبر هيدك نوزيا سايكلز بعدين اللي هو عن طريق اللي هو الدياجنوسيس زي ما اتفقنا ريد بلاد سيلز بلازمودوم ريد بلاد سيلز اللي هو التريتمنت حكيناهم وين عندي بالبيروغراف اللي هم الكينين ديرابتيفز الكينين ديرابتيفز قلنا لك الكلوروكوين والبريماكوين تحفظ ليها من وين من التابل من 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 عفوا من الباراجراف احنا بنجيب الاسئله كلها من الباراجراف هاي التابل عندك موجود كمان الاضافه بس ما يكون هاي انا بدي اعفيك منها لانه هاي ايش هاي نباثوجين كونس وبالتالي انا بدي اعفيك منها بضل عندنا ايش اللي هو توكسوبلازما جونداي وبنيموسيس جيروبيسي هلا بنحكي عن بنيموسيس اللي هي توكسوبلازما جونداي اوكي هلا توكسوبلازما جونداي اوكي هذا واحد من الامراض اللي بيسببها مين وين بيكون هذا الباراسايت بيكون على القطط على الكاتس فالناس اللي بربوا القطط بالذات الصبايا اللي بربوا القطط هذول الكاتس بتبوا يديروا بالهم لانه في عندك توكسوبلازما جونداي هذا نوع من انواع البروتوزوا هذا بيكون موجود على الكاتس وين بيكون بالضبط بيكون موجود بالفيسس تبعها فالكات لما بتعمل فيسس بدون يعني بتكون في بقايا على الكات وبالتالي انت لما تمسك الكات وبالتالي هاند تو ماوث كونتاكت لما اصبعك او ايدك تلمس انك معناته انت نقلت الباراسايت اورالي وبعدين صار عندك الانفكشن وطبعا هذا اللي هو التوكسوبلازما جونداي هذا الباراسايت كثير خطير عند الفيميلز بالذات عند الفيميلز ليش؟ لانه هذا مثال ممكن يعمل ابورشن عند الفيميل اذا كانت بريجننت ممكن يعمل اجهاض وممكن يعمل تشوهات خلقيه عند الجنين هذا الباراسايت فالتوكسوبلازما جونداي هذا كثير خطير هذا التوكسوبلازما جونداي وين موجود؟ اللي هو بالورم بلودد انيمالز بالهيومنز يعني هكذا التوكسوبلازما جونداي is a protozoan parasite that infects most species of warm-blooded animals okay including humans causing the disease toxoplasmosis ساي عندك زي ما انت شايفون يعني الشيبس هياتهم اللي بتغذوا على الأقراص إذا كانت الأقراص اللي هو العشب إذا كان موجود هذا البراسايت موجود فيه وأكلته الميت تاعها بصير مصاب بهذا البراسايت إذا الهيومنز أجا أكل الميت تبعت هاي الشيب وما كانش مطبوخ كويس ممكن يحصل هذا البراسايت بس هو اكثر شيء اللي تواصل مش تبعته عن طريق الكات سياتر الكات اللي بسموها الاوسيس هذا هي الاوسيس هذه بتكون بالفيكال الفيسس بالبراز تبعت الكات بتالي شو كاتب لك هون both oocysts and tissue cysts transform into tachozoites shortly after ingestion يعني الواحد ده سمح الاكل لحم مش مطبوخ بطريقة الصح وكانت كان هذا الخروف مصاب بالتوكسوبلازموسس بده يصاب به by ingestion the tachozoites localize in neural and muscle tissues and develop into tissue oocyst protozoites if a pregnant woman becomes infected with the tachozoites can inject the fetus via bloodstream وهلا راح تشوف ايش السيمتومز لا سمح الله اذا الواحد انصاب بهذا الشيء بقول لك توكسوبلازما انفكشن از كومن ات از سيريس كونسيكونسز ار ليميتد تو بريجننت وومن اند امينو ديفيشنت هورس
اوكي بقول لك congenital infections occurs in about 1 to 5 per 1000 pregnancies of which 5 to 10 percent result in miscarriage and 8 to 10 percent result in serious brain and eye damage to the fetus or 10 to 13 percent of the babies will have visual handicaps. تخيل قديش بيعمل تشوهات خلقيه وين عند الطفل عند الجنين. بقول لك الفا بقول لك 58 to 70 percent of infected women okay would give birth to a normal offspring. A small proportion of babies will develop active retinochoroiditis or mental retardation in childhood or young adulthood. The treatment إلها إذا متعرفت تعرفوا ليها هذه. The treatment acute infection benefit from اللي هو إيش paramethamine or sulfadiazine. Paramethamine or sulfadiazine. Spiramycin بيعتبروه هو is a successful alternative. إذا the drug of choice paramethamine أو sulfadiazine. والالترناتيف للسبارامايسين. بس في جمله مكتوبه تحت بقول لك pregnant women are advised to avoid cat litter and to handle uncooked and undercooked meat carefully. هيك بدك تعرف لانه مشكله يعني ممكن واحد يحصل عليه اذا طبخ لحمه مش مطبوخه بالطريقه الصح وكان هالشيب الخروف فاضى ماكل عشب والعشب فيه عليه اللي هو الفيكل تبع هذا الباراسايت مشكله او اذا الواحد كان عنده ايش كات مربي كات تكون موجودة بالفيس تبعت الكات. اوكي. هاي اللي هي ايش حكينا عنها هلا اللي هي توكسوبلازما غونداي هيدا. توكسوبلازما غونداي اورال فروم كات فيكال ماتيريال اور ميت. اتفقنا؟ اللي هو السيمبتومز ادلت فلو لايك كونجنتال ابورشن نيناتال بلايندنس سو اند سو. الدياجنوسيس انتراسيلر ان ماكروفاجيس تاكوزايتس. التريتمنت قلنا كروسلفانامايد باراميثامين سو اند سو. بضل في عندنا اخر نوع من انواع اللي هو الباثوجين. طبعا هذا الباثوجين اخر واحد اسمه بنيموسيستس بنمونيا. طب ليش حطينا لك اياه هذا احنا عندنا هون؟ لانهم زمان كانوا يفكروه هذا عباره عن بروتوزو كانوا يفكروها بروتوزو. البنيموسيستس جيروفي اسمها بنيموسيستس جيروفيسي. هاي البنيموسيستس جيروفيسي بتسبب بنمونيا وكانوا زمان يفكروها بروتوزو. ولكن بعدين لما عملوا دراسه عليها ودرسوا عملوا دراسة عن نيوكليك أسيد وعلى البيوكيميكال أناليسيس وجدوا بأنه هذا إيش مرشو مش بروتوزون هذا فنجس. عشان هيك بنيموسيستس جيروفيسي was formerly thought to be a protozoan but is now known to be a fungus based on nucleic acid and biochemical analysis. ليش حطيت لك إياه هون؟ لأنه هذا كان زمان يفكروا بروتوزون. أوكي؟ بقول لك these fungi are found in the lungs of mammals where they reside without causing overt infection until the host immune system becomes اللي هو depleted. يعني هي موجودة opportunistic عايش معنا انتهازية. Then and often times lethal pneumonia can result. It's included here because pneumocystis pneumonia is often described as an opportunistic parasite disease. حطنا هون ايش مناكل انا هي ايش اللي هي opportunistic انتهازية. طبعا السيمبتومز لهذا الباراسايت اللي هو Pneumocystis jirovisi. Because the symptoms of a pneumocystis pneumonia in PCP include dyspnea, non-protective cough, and fever. Hala, the diagnosis about the man, chest radiography demonstrated by lateral infiltrates. And we show for the way a couple of chest, the sort of to be cool and the normal lungs. The extrapulmonary lesions occur in a minority, more than 3% of patients involved in most frequently. The lymph nodes, spleen, liver, and bone marrow. بعدين عندك typically in untreated اللي هو pneumocystis pneumonia increasing pulmonary involvement leads to death. يعني راح ما تعالجش منها تؤدي إلى حالة الوفاة. آخر إشي عندك التريتمنت له. طبعا التريتمنت بقول لك high dose trimethoprim مع sulfamethoxazone is the drug of choice given for 21 days. إذا معناته بدي high dose من مين؟ من trimethoprim والsulfamethoxazone. For how many days? For 21 days. Recommended alternative include عندك البنتيميدين اللي هو تريمثيبرين بلس دابسون وعندك الاتوفاكوين اللي هو براميكوين بلس كلندامايسين. هاي اللي هم عندي التريتمنت وهاي عندي اخر تيبل يعني اخر واحده بالتيبل اللي هي هذا هي توكسوبلازما غونداي بنيموسيستس هذا هو عفوا. بنيموسيستس جيروفيسي اللي هو ايش؟ كافه دروبلس يعني اللي هو عباره عن سكريشنز تبع ريسبارتر تراكت. المين ديسيز بنمونيا بنموسيس ان سبيوتم طبعا وثاني بريثيم بنموسيس اللي هو الدراج اوف تشويس. هناك في عندك الالترناتيف
بالحالة هذا احنا وصلنا لعند وين بكون احنا وصلنا لعند احنا وصلنا لعند مجموعات اللي هي ايش هلا خلصنا مجموعات اللي هو البروتوزوا. قلنا البروتوزوا في منها انواع بتعمل انتستينال انفكشن وقلنا في عندي انواع بتعمل بلاد انفكشن. اللي بيعملوا انتستينال انفكشن حكينا عنهم انتميبيا سلاتيكا وجاردن امبليا كريبتس بردون برون. واحد بتعمل اليومينال شو سمينه كيا تراكوموناس فاجيناليس. اجينا على النوع الثاني اللي بيعمل بلاد انفكشن حكينا لكم اللي بيعمل بلاد انفكشن في عندنا اربعه. اول واحد تريبانوسوما بروساي جامبينيسي اوردينيسي هذول بيعملوا افريكان سيميك سيكنس. واحد اسمه تريبانوسوما كروساي بتعمل تشاكاس ديزيز. وبعدين قلنا لكم في عندنا الليشمانيا بتعمل مرض الليشمانياسيس. في منها ثلاث انواع الليشمانيا جنوفاني اللي هو بيعمل اللي هو سيستميك ديزيز او بسموه الفيسرال والليشمانيا برازيلينيسيس بيعمل الكوتينوس والليشمانيا تروبيكا الافن تروبيكا بيعمل الكوتينوس والبرازيلينيسيس بيعمل الميكوكوتينوس. بعدين قلنا لكم الملاريا في عندي أربع أنواع من الملاريا بلازمودوم فارسيبيرم بلازمودوم فايفاكس أوفيل ملاريا. أهم واحد وأخطر واحد بلازمودوم اللي هو فارسيبيرم. بعدين حكينا لكم في عندي توكسوبلازما جوداي اللي بيسبب مرض اللي هو توكسوبلازموسس. هذا موجود قلنا لك إما نأخذ عن طريق الميت أو عن طريق الكات واللي هو بيكون الأوسس. وآخر واحد عندنا اللي هو إبنيموسس جيروبيسي حكينا لكم هذا هو عبارة عن فانجاي. زمان كانوا يفكروا بروتوزوا بس لما درسوا نيوكليك أسيد والبيوكيميكال أسيس وجدوا إنه هذا إيش هو عبارة عن فنجي. منوقف فين؟ منوقف عند النيماتوز. هلا منبلش مجموعة الميتازوا عديدة الخلايا اللي هي الديدان، الديدان الشريطية والديدان الورقية والديدان الدبوسية اللي هي أنواع عديدة. في المحاضرة الجاية إن شاء الله رب العالمين منبلش معكم اللي هي مجموعة النيماتوز ونعرف يعني هلا هاي النيماتوز مثال في عندي منهم بجوز حوالي أربعة أو خمسة بيعملوا مشاكل انتستينال وفي ثلاثة أربعة بيعملوا بلد. إذا معناته أنا بعرف انه انا مش بس عندي والله نوع واحد من البراسايت ممكن يعملوا بس الاميبا اللي بتعمل عندي مثال انتستين من البراسايت، لا في عندي حوالي 13 نوع من البراسايت بيعملوا انتستين انفكشن. هاي عندي نيماتودز وضايل عندي سيستودز وضايل عندي تيماتودز. طيب في حدا بده اي سؤال عندكم يسالني على شيء طبعا انت براسايتك ايجنس مهمات جدا بسالكم بالامتحان الفاينل تقريبا لا يقل عن 18 سؤال 18 علامه على الانتي براسايتك ايجنس هيك بدك تعرف. في حدا بده يسالني اي سؤال؟ دكتور انا لو اقدر بك عندي سؤال. تفضل امرني. دكتور هسه الترايميثوبريم والسلفاميثوكسازول مش هذول انتي بايوتكس للبكتيريا؟ عين عليك ممتاز. والباراميثامين كمان معهم هسه في عندك بعض الادويه طبعا مش كل الادويه بعض الادويه يعني زي عندك زي مثال لما قال لك تعمل كومبينيشن بين دوكسيسايكلين واكليدامايسين ممكن هذا يشتغل عندك على الملاريا ما انت هلا نفس الشيء نفس الشيء الترايميثوبريم والسلفاميثوكسازول هذا بيحكي لي انا بشتغل مثال وين عندي على بنيموسس جيروفيسي على هاي الفنجاي بيشتغل على الفنجاي. يعني احنا بنقول احنا ما بنعمم انه والله كل ادويه الانتيبيوتكس مثال بيشتغل على كل شيء لا الانتيبيوتكس على البكتيريا بس في حالات استثنائيه في حالات بس بسيطه جدا فهمت كيف حالات بس بسيطه جدا. الثرامفيبرين اللي هو من مجموعه الفوليتيل ديزونيبيتورز والباراميثامين من مجموعه الفوليتيل ديزونيبيتورز والسلفادايزين من مجموعه السلفادامايدز اللي هم كلياتهم انتي ميكروبال ايجنتس شايف كيف سؤال كثير ممتاز. والدوكسيسايكلين تعرف اللي هي تتروسايكلين وكليندامايسين نفس الشيء له مجموعته يعني في عندك بعض الادويه يعني مثال بيستخدموهم يعني بيشتغلوا يعني هلا مثال زي الدوكسيسايكلين مثال بيستخدموه از بروفلاكسس كوقايه من الملاريا. يعني واحد بيروح على بلد مثال يكون فيها ملاريا بياخذ له كورس دوكسيسايكلين او مثال بده يروح مثلا على الطاعون مثلا البلاغيو ديسيز مثلا. في عندك يعني بعض الادويه طبعا مش كل الادويه بعض الادويه بس. تمام دكتور شكرا كثير ياك الله لو سلم فيك يعطيكم العافيه ان شاء الله بنشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله وان شاء الله بنزلكم التجميع خلال هذا الاسبوع اليوم او بكره بكون نزلت على الخدمات ان شاء الله يعطيكم العافيه الله يعافيك دكتور.